السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، جيناكم بتحديث ثاني ل ليج اوف ليجندز باتش نوت 6.6. حدخل على طول في الموضوع عشان ما نضيع وقت عليكم. اول شيء سووه في الباتش نوت هذه تكلموا على الريليس حق ايروسول الشامبيون الجديد، وهذا ما حتكلم عنه بالتفصيل، يمكن في فيديو تاني او الين ما العبه على اساس اشوف كيف اقدر اشرحه بتفصيل ممل. شيء تاني تكلموا على ريليس حق الهيكستيك بوكس، وهذا بالنسبه لي قناه ريدي جيمز نزلوا عليه شرح مفصل، فما اظن احتاج اشرح. هحط اللينك على قناتهم وعلى الفيديو بالتحديد في الديسكريبشن عندي بلو. التعديلات اللي سووها تشامبيونز، اول شيء أليستر سووا له نيرف على الاي، خلوا الهيلينج حقها من 50% ل 33%. طبعا هذا ممكن يبان كانه نيرف بسيط، اظن انه هو نيرف اكبر من انه بسيط، لانه حيأثر على الايرلي جيم حقه، حيأثر على السيج كابابيلتي حقه الميد جيم. ايش يعني؟ يعني بداية الجيم الهيل حيكون حقه مرة واطي على الالايز على الاي دي سي، معناها اكشلي يمكن يمشي وضعها كويس في بداية الجيم، بس في ميد جيم في التيم فايتس ولا في الليت جيمز في تيم فايتس لما يكون في بوك كومبوزيشن. ايش يعني بوك كومبوزيشن؟ يعني عالم تضرب من بعيد كثير، كان اول اليستر يقدر يهيلهم كلهم بسرعة، دحين حتاخذ منه وقت اطول. فما ادري ليه سووا له النيرف العجيب هذا صراحة، بس هنشوف كيف يأثر على الجيم على الجيم بلاي حقه. بالنسبة لشوغاث يا شباب، سووا له باف على الفيست حقته من 90 ولا اول الار الالتي من 90 120 150 ل 100 140 180. ايش معنى الكلام هذا؟ يمكن في بداية الجيم اذا كان توب حيزودوا التانكينس حقته، حيخلوه يتعامل مع توب اسهل حبتين، بس اكثر اظن حتأثر على وجوده في الجنجل ولا لا. اظن حتشوفوه جنجل اكثر، او حنشوفه جنجل اكثر بسبة الباف هذا، لانه الباف هذا يساعده مرة كثير، بالذات لو كان حيبني اللي هو سترينث اوف ايجز ولا رونيك ايكوز على انتو سندر هولك اللي هي التانكي ابجريد حق الجنجل، حيصير تانكي صراحة بكمية خرافية. فخلينا نشوف كيف يصير، خلينا نشوف ايش الباتش هذا ايش حيسوي. بالنسبة لإيكو يا شباب، very very minor buffs، زودوا ال movement speed حقت الباسيف حقته، زودوا ولقل ال cooldown على الإي حقته، ما أظن تأثر على الجيم بلاي حقه كثير. أظن هما في الباتشات اللي فاتت بيحاولوا كل شوية يدولوا بفات صغيرة على أساس يبغوا يرجعوا للجيم ويبغوا يشوفوا إيش يصير. أظن الإي هذه البف على الإي هذه حيخلي التانكي بيلد حقه أحسن شوية من الوضع اللي هو كان فيه حاليا. فيورا أخيرا نيرف، ونيرف من العيار التقيل صراحة. الباسيف قللوها، البيس دامج حقها، بيس ترو دامج حقها من 3% ل 2% وتارجت ماكسيمم هيلث. هذا معناه انه في تانكس كثير بيلعبوا توب حتكون حياتهم اسهل كثير قدام فيورا، لانه حيصير التعامل معها احسن. عشان يعوضوا الباسيف ريدكشن هذا، زودوا البيس دامج ولا بونس دامج بونس اتاك دامج ريشيو من 2.8% في بداية الجيم 4.5 الى 4.5 طول الجيم. هذا ما حيفرق معها في الايرلي جيم، لانه بونس اتاك دامج. ايش يعني بونس اتاك دامج؟ يعني الاتاك دامج اللي حجيها من الايتمز مش البيس اتاك دامج حقها، فما اظن حيفرق نهائيا في بداية الجيم، بس في نهاية الجيم حي 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 يعني حيكون في وضعه الطبيعي اللي هو كان فيه. الاي سووا لها نيرف، خلوا السلو حقتها من 40 ل 60% ليفلز ل 30%، ونقصوا الرينج حقها ل 25%. في عالم كثيرة كانت تبني كيو اس اس عشان الاي هذه، اظن ما عاد يحتاج نبني كيو اس اس عليها لانه التعامل معها صار اسهل. جانا نزل لها نيرف برضو اخيرا، نقصوا الاتاك دامج من الشيلد حقها، ونفس الوقت نقصوا الديسيبل دوريشن من الالتي حقتها. ايش يعني ديسيبل دوريشن؟ يعني لما تنضرب تتعلق كده 0.75 سكندز ما تقدر تسوي شيء، لا خلوها بس نص ثانيه بدل ما هي 0.75. جانا من الشامبيونز اللي مره سهل تلعب بيهم.
باسيف جنج باسيف باسيف سبورت، تجلس ورا واحد تصقع شيلدات طول الجيم، والريورد حقها مره عالي. الالتي حقتها تقدر توقف ناس كثير، ف اتس فيري ايزي تو بلاي، وتقدر توصل بيها رانكات مره عاليه صراحه من دون اي افورت. يعني يمكن الشيء الوحيد اللي صعب التعامل معاه فيها شويه اللي هو الكيو اللي هو الهاركين، وبرضه حتى هذا يو كان ماستر ات ريلي ايزي. فاظن النيرف هذا في محله، وصراحه انا ما ادري ليه ما سووه من زمان. ما حيفرق كثير ليت جيم، بس حيفرق في بداية الجيم، فالناس اللي حيلينوا معاها في البداية حيتعبوا كثير. جيس سووا له بوف على الكيو حقته في الميلي فورم، اظنهم بيحاولوا يرجعوه للميد ولا للتوب، للتوب اتليست، لانه ما اظن يفرق معاه في الميد، لانه اذا تبغى تجيب بوك شامبيون في كوركي وفي نيدلي وفي جفيروس وفي فاروس كلهم احسن من جيس في التعامل مع ميد في البوك كومبوزيشن. ما اظن حيفرق معه في اي حاجه، وما ادري اذا حنشوفه زياده ولا لا بس على التعديلات هذه. كاليستا اكبر نيرف في الباتش هذا صراحه، نقصوا البيس اتاك سبيد حقها ما from 0.694 ل 0.644. يمكن هذه معناها سمبل لما تشوفه كده على ورق، بس فكرة البيس اتاك سبيد كالكوليشن او الحساب حقها في الجيم هذا انه كل ليفل ولا كل اتاك سبيد واحدة تجيبها حيضربوها ضرب، ولا كل 1% حيضربوها ضرب 6.94. فانت تخيل كانوا بيضربوها ضرب 0.694 حيضربوها دي ضرب 0.644. من الزبدة نيرف جامد، حيخلي الاتاك سبيد حقها بالذات في بداية الجيم مرة لور، وحتى في الميد وفي الليت جيم حيكون اقل من الوضع اللي هو كان فيه عليه. الاتاك سبيد جروث ستات برضو اللي هو الاتاك سبيد بير ليفل الزياده نقصوه من 2.8 ل 2.5، وعشان يعوضوا البيس اتاك سبيد ريدكشن اللي سووها عليها ان جنرال حاولوا ضافوا بونس اتاك سبيد يزيد عليها في الفاسب حقت الدبليو. يعني كل ما تشتري ايتم فيها اتاك سبيد حيصير عليها اكسبوننشال جروث. في نفس الوقت نقصوا عدد اللفات اللي يسويها الدبليو حقها سنتينل حقها من 7 لفات ل3 لفات، ونقصوا برضو الماجيك سوري الباسيف دامج اللي هو البيس ماكسيمم هيلث من 10% 20% بداية الجيم ل 5% 15% نهاية الجيم. الالتي حقتها برضو نقصوا الرينج حقها من 1400 ل 1100. طبعا كل التشينجز هذه ار تارجتد توردز انه والله ينقصوا عشان حاليا صراحه فيري او بي، يرجعوها الوضع الطبيعي ويخلوها ما هي دائما اللي هو سيلكت اور بان، يعني الموست كونتستد تشامبيون في 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 الجيم. فلسه تنفع كثير مع مثلا كاليستا ليستر، كاليستا ثريش، كاليستا بروم، فيري جود، يعني ما زال مره ممتاز اللينينج فيس حقها، ولا سوري ما زال مره ممتاز ممتاز تلعبها، بس ما عاد صارت زي اول لازم تختارها كل جيم. كارما سووا لها باف عظيم على الشيلد حقها من 30 220 ل 30 240 بالذات في الميد تو ليت جيم، وزودوا الاي بي ريشيو حقها. اظن يبغوا يرجعوها سبورت ويبغوا يشوفوها في السبورت اكثر ما كانوا يشوفوها اول. ما ادري ايش حتاثر عليها صراحه في الجيم، ايش حتاثر تشينج هذا عليها في الجيم ما ادري والله. خازكس الكيو نقصوا الكول داون من 3.5 ل 3 ثواني، الدبليو نقصوا الكول داون حقه من 10 ل 9 ثواني. اظن هذا ما يفرق الا في الايرلي جيم كلير حقه، يبوه في الجنجل يسوي كلير اسرع من الوضع الطبيعي اللي هو فيه حاليا. يمكن تاثر على امكانياته في السولو كيو وفي اللو ايلو، بس ما حتشوفه في هاي بلاي شباب، ولا حتشوفه في ال سي اس من التعديلات هذه. لولو الدبليو الويمزي حقتها نقصوها الابيليتي دامج ريشيو حقها من 5% بير 100 من 10% بير 100 ل 5% بير 100، ونقصوا الدوريشن حق الموفمنت سبيد حقها. اظن التشينج هذا دايركتد لل سي اس اكثر من انه دايركتد لنا. ايش كانت لولو تسوي؟ كانت تروح سبليت بوش تمسك لين ويجلس يسوي سبليت بوش يسوي كلير، واي واحد يجي بيلحقه يسوي ويمزي ويفقع ما يخلي احد يقدر يلحقه. التعديله هذه بس عشان تقلل الموفمنت سبيد كابابيلتي وتقلل السبليت بوش كابابيلتي حقتها، والمفروض انه حاليا يعني العالم يقدر يلحقوها احسن من الوضع الاول.
لكس صراحة توقعت ان يسووا لها نيرف عظيم، ما سووا لها نيرف، سووا لها بف بسيط جدا صغير نندلس بف. انا ما ادري ليه بيفوها وهي حاليا صراحة يعني متمكنة من ميد، very easy to play character، سهل تلعب بيها، مرة سيف تلعب بيها، تجلس من بعيد تسوي بوك وتبهدل خلق الله، تسوي كيو دبليو التي تفجر واحد من محلك وانت فاخر الدنيا. المهم في كل الحالات اللي سووه ال دبليو حقتها اللي هي الشيلد عدلوا تعديل بسيط، صار الشيلد حقها ستاكس. ايش يعني ستاكس؟ اول كان لما تضرب الشيلد على واحد وهو راجع يسوي شيلد واحد وانت وانتهينا، سواء وهو رايح ضرب وهو راجع ضرب ما يفرق. حاليا لا، اذا هو رايح ضرب فيه حيدي له شيلد، واذا هو راجع حيدي له ستاك تاني فوقه شيلد زياده. ف بيسكلي اللي بوك سوي بدل ما ترمي الشيلد في اي محل يصير ترمي الشيلد على يعني هو رايح وراجع، تحاول تسقع بيه الشامبيونز او الالايز حقونك اكتر، وحتاخد اذا سويت الكلام هذا الشيلد اللي حيجيك حيصير اكبر. طبعا الشيلد هذا حجمه زاد حبتين، غيروا سوري هم قللوا الريشيو على الضربه الواحده، قللوا الريشيو شيلد، يعني لو ضربت مره واحده بس كان اول الشيلد يعطيك ياخذ من 0.35 ability power ratio، دحين بس 0.2 بس، لو ضربت ضربتين حيصير 0.4 ability power، which معناه اللي هو معناه شيلد اكبر. بعد كده الشيلد هو رايح بطيء وهو راجع اسرع، هذه بس ميكانيكال فيو. موكاي زودوا البيس ماجيك ريزيست حقه من 30 ل 32، سووا له ماجيك ريزيست جروث ستات، كل ليفل يزيد الماجيك ريزيست حقه 1.25. هذا اظن حيرجع موكاي في الميتا هذه، حيرجع في ال سي اس، حيرجع عندنا كثير، حتشوفوا موكاي مره كثير يا شباب، لانه صار يقدر يتعامل مع ثلاثة ارباع الشامبيونز اللي يلعب معهم قدام اي بي، يقدر يتعامل مع ايكو، يقدر يتعامل مع زير، يقدر يتعامل مع الدفا. ما ادري ليه من زمان ما سووها، سووها والمفروض ان نشوف موكاي حبتين زياده. بالنسبه للسابلينج اللي هو الاي حقته، زودوا الديوريشن اللي قد يجلس السابلينج مره من 35 ثانيه ل 40، من 40 ل 60 ثانيه. اللي حيلعبوه جنجل لازم ينتبهوا للكلام هذا، ما اظن المفروض تشوفوا جنجل كثير بس ما زال فايبل. السابلينجز برضو ضافوا عليها تعديله صغيره، لما ترمي سابلينج وترمي الثاني فوقه وترمي الثالث فوقه، اول كانوا يجلسوا يوقفوا فوق بعض، دحين لا دحين يتحركوا جنب بعض بدل ما يوقفوا فوق بعض. ماستري الاي سووا لها باف على البيس دامج، بس سووا لها نيرف مو طبيعي على الـ على الـ على الدامج ابيليتي. يعني عامه هذا نيرف عظيم لي، البف على البيس دامج بس على اساس يعدلوا يعني يوازنوا بين النيرف اللي سووا له اياه على الريشيو. اول الريشيو كانت حقته على التوتال اتاك دامج حقه، دحين الريشيو صارت بس على البورس اتاك دامج. ايش يعني؟ يعني في بداية الجيم الاي ما لها اي داعي، وعلى نهاية الجيم اذا ما بنى اتاك دامج ايتمز، يعني زي ما البيلدز المتخلفه هذه اللي كل شويه يبنوا، يبني لي اثنين اتاك دامج ايتمز وبعدين يروح لفول تانكي ويسوي دامج كانه اي دي سي، ما عاد يقدر يبني البيلد هذا يا شباب. المفروض خلاص البيلد هذا شالوه من الجيم. اللي يقدر يسويه حاليا اذا يبغى يسوي دامج بنفس الطريقه هذه لازم يبني فول اتاك دامج، وهذا معناه هيز ايزلي تو كيل، هيز مور سسبتبل تو كيل، تقدر تقتله اسهل، تقدر تتعامل معه اسهل. وقلل واثرت على الامكانيات حقت الديفاورر حقته، لانه الدامج اللي صار يسويه بالديفاورر برضو اقل كثير من الوضع اللي هو فيه. اخيرا وان شاء الله وان شاء الله وان شاء الله يسوون تشينجز مره ثانيه زياده على اي على اساس يخلوه في محله، لانه انا صراحه البلاي ستايل حقي اللي هو فارم انتل ذا اند اوف ذا جيم، ولا جاي يفرم لين نهايه الجيم بس عشان تيجي نهايه الجيم تقتل الناس كلها، هيز فيري سيلفش، تلعب لحالك ما لصلك في التيم، ما في تيم بلاي، ما في كاونتر بلاي. ماني فاهم ليش الشامبيونز هذول موجودين عامه، هذه وجهه نظري فقط يا شباب. نيدلي برضو سووا لها نيرف عظيم في الجنجل، لانه نيدلي حاليا في الجنجل اذا بيك اند بان كايند تشامبيون. البرول حقها كان يعني لما تيجي جنب ماسترز تسوي لهم رود، دحين شالوها. الدبليو اللي هي الباونس اول كانت تسوي اتاك اوتو اتاك انيميشن كانسل، يعني تجي تسوي اوتو اتاك بعدين تسوي دبليو تسوي انيميشن كانسل بعدين تسوي اوتو اتاك ثانيه، هذه شالوها. فقللوا السرعه حقت الكلير حقتها في بدايه الجيم. وبالنسبه للباسيف شالوا موضوع انه والله تحط التراب والتراب يسوي روت، فاظن
حنشوفها مش اقل يعني، بس خلوا الشامبيونز البقية يقدروا يتعاملوا معها اسهل في الجنجل، وان شاء الله يعني الناس يصير عندها كاونتر بلاي لها تقدر تتعامل معهم. اوريانا الكيو سووا لها باف، نقصوا المانا كوست حقها، هذا معناها الناس يمكن بدل ما تلفل الكيو حتاخذ نقطة واحدة الكيو، حتصير تلفل الدبليو ولا الاي على اساس they do more damage. I think اعتقد التشينج هذا عظيم بالنسبة لوريانا، وحيخليها حيخليكم تشوفوها مرة كثير في الجيم. كوين سووا له نيرف بسيط على الكيو حقته، نقصوا ال زودوا الكول داون عليها ونقصوا الديوريشن حقتها من من ثانيتين لثانية ونص. لسه حتشوفوه مرة كثير يا شباب، ولسه very aggressive وشخصية صعبة التعامل معاها، واظن حتشوفوا له نيرف زيادة في المستقبل. شيفانا نفس موضوعي، سووا لها نيرف على الكيو على اساس ينقصوا الريشيو حق الاتاك دامج حقها، يبغوا يخلوها شوية بت كنترولبل، لانه برضه شي سنو بولز كريزي يعني، ما مو طبيعي اللي بتسوي. الكيو حقها نقصوا بس الريشيو اتاك دامج 180 200% ل 140 ل 200%، ففي بداية الجيم حيصير التعامل معها اسهل عن من نهاية الجيم. الايتمز التعديلات اللي عدلوها، الرونيك ايكوز نقص البيج دامج حقها من 80 ل 60، هذا تشينج حيأثر على جراجس، حيأثر على ايكو، حيأثر على اودر اللي ياخذ رونيك ايكوز، اللي حيأثر على اي تشامبيون، حيأثر على نيدلي، حيأثر على اي تشامبيونز يعتمد على رونيك ايكوز عامة، ويخلي التشامبيونز البقية زي ريكساي وزي زي ليسن وزي زي 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 الشخصيات اللي هي اي دي بيس تقدر تتعامل مع الشخصيات هذه بطريقة اسهل. النيرف هذا نيرف عظيم للرونيك ايكوز وللشامبيونز اللي لعبوها كلهم. ف let's see how it goes. تيامات رجعوها لكيف كانت في باتش 5.2، دحين كل اوتو اتاك تسويها بتيامات حتسوي اي او اي اتاك يا شباب حولكم يعني، رجعوها زي ما كانت. فاكرين شالوها اول غيروا طريقتها، صارت لما تضغطها اكتف تسوي اي او اي دامج، بس لما تضرب اوتو اتاكس على الشامبيونز ما تسوي، على المينيونز ما تسوي شيء. دحين لا، رجعوها زي ما كانت بالضبط، وغيروا البيلد حقها من بيكاكس ريجوفنيت للونج سورد زائد لونج سورد، اللي هي اثنين لونج سوردز وواحد ريجوفنيت بليد. هذا تنفع لكل الشامبيونز اللي يبغوا يسووا سبليت بوش فوق بسرعه زي وضعه، واللي اظن حتشوفها كثير على فيورا مره ثانيه، حتشوفها على نكتون، حتشوفها على ما اظن حتشوفها على شين ابدا، بس حتشوفها على اي تشامبيون يبغى يسوي كلير. نقصوا الاتاك دامج حقها ل 20 على اساس صارت اي او اي. الريفرس هايدرا بعدها بس عدلوا التعديله اللي هي تمشي مع تيامات. التايتانيك هايدرا سووا فيها سووا لها نيرف عظيم، الاتاك دامج حقها كان 50 نقصوه 35 على اساس وضعها حاليا كان مش مظبوط. ما اظن حتشوف ريكساي يبنيها مره ثانيه في الجنجل انيمور يعني، كان اول يختارها تاني ايتم بدل البلاك كليفر، اظن حيبني البلاك كليفر بدالها على اساس اتس نوت وورث ات انيمور، ما عاد تسوى زي ما كانت تسوى اول. الزيزي روت بورتل سووا لها نيرف برضو على اساس الوضع الحالي للجيم، صار اي احد توب ولا اي احد بوت يبني زيزي روت ويرميها وتقدر تبوش الليل لا نهائيا. الزيزي روت كان ما يقدر يعني، كان بالذات لما نلعب اثنين تانكس قدام بعض فوق واحد يحط زيزي روت، التانك الثاني ما يقدر يفجر فيها لانه كان لها هيلث، كان هيلث حقها 300 ل 1200. دحين شالوا موضوع الهيلث، صارت زي الورد، تضربها خمسة ضربات تروح، ما يفرق هيلث ولا مش هيلث. نقصوا الارمر حقها من 60 ل 55، نقصوا الماجيك ريزيست من 60 ل 55، خلوها تضربها خمسة ضربات تروح بدل ما كانت هي هيلث. لما تقتلها كانت تعطي 25 هيلث، دحين تعطي 25 جولد، دحين تعطي 50 جولد. وصار لها ايكون في الماب، دحين في الماب لو حطيتها انت في التيم تشوفها كذا محطوطه بدل ما تجي تدور عليها في البوش، ما انت عارف هي في اي بوش. That's all يا شباب، كده غطينا الباتش نوت 6.6. انا ما تكلمت في الباتش نوت هذا على اي حاجه ريليتد لباج فيكسز او تصليحات، ما اظن يحتاج اتكلم عنها لانه هي بس تحت تصليحات. في كل الحالات مشكورين يا شباب، ثانك يو سو ماتش، اند ويل سي يو ان شاء الله ان ذا نيكست باتش نوت.